السلام عليكم. النهاردة هنتكلم مع بعض عن توقعات الأسبوع الثاني من شهر يناير 2021 لمواليد برج الجدي بالتفصيل. طبعا على القناة موجود التوقعات السنوية والشهرية على القناة سنة 2021 لمواليد برج الجدي، سنة النجاح وسنة الحصول على جميع طموحاته. طبعا هنتكلم عن الأسبوع الثاني من شهر يناير. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان تحطوا أمنية في حياتكم لحد آخر الفيديو، وإن شاء الله بإذن الله هنقول الأمنية هتتحقق ولا لأ. وطبعا لا يعلم الغيب إلا الله، بس إحنا مجرد بنديكم أفكار حلوة واللي شايفينه بنقوله. أول حاجة مواليد برج الجدي، في حد هيدق على بابك وهيكون عايز مساعدة منك في موضوع مهم جدا، انت هتساعده وهتقوم بتسوية بعض المشاكل اللي انتوا هتواجهوها في علاقتك بالصبر والمحادثة او المحادثات. قريب جدا هيكون عندك هدية، هتستقبل هدية في القريب العاجل، هدية من واحدة ست، من الممكن كمان تكون من محيطك، ومن الممكن تكون امرأة انت لم تتوقع منها ابدا اي شيء. شايفة كمان ان كنتوا مواليد برج الجدي، ان ناس صادقة ودايما بتقول اللي هي بيجي على بالها او اللي هي بتفكر فيه. بفضل الميزة دي بيثقوا فيك الناس في جميع الاجواء. هيكون عندك امر متعلق بعملك كنت بتحاول ان انت بتقوم بيه من فترة، هتكون عندك نتيجة ايجابية. شايفة كمان هيكون عندك ورقة نظيفة جدا هتوصل الى بيتك، وهتتعلق الامر بامور هتعيشها، وهيكون عندك اجتماع صغير في المنزل مع الاشخاص اللي انتوا بتحبوهم. وكمان شايفة ان الاجتماع مع العيلة والحديث الممتع هيكون مهم جدا، وهيرسم الابتسامة على وجهكم قريب جدا. وكمان هيكون عندكم تحقيق امنيات ورغبات في الوقت القريب يا مواليد برج الجدي. وقت العيلة ممتع جدا ولا يتعوض، الأحسن أن أنتم تستمتعوا به بشكل حلو جدا علشان خاطر توصلوا إلى هدفكم، والابتسامة تكون مرسومة على وشكم. شايفة أنه كمان أن أنتم في بعض الناس مفيش موافقة بينكم، وكمان في بعض الجدال والإشاعات أو مرض خطير هيصيب أحد الأقارب، وهيستطيع القرايب اللي هي بتحسدكم. يعني مواليد برج الجدي عندكم حسد، حد بيحسدكم، هيستطيعوا ان هم يتحكموا في الوضع بشكل حلو جدا وبشكل جيد، بس احذروا من الحسد. دايما كل الابراج محسوده، كل الناس محسوده. شايفه كمان ان مواليد برج الجدي هيستلموا هديه من النقود اللي هي هتيجي في الوقت القريب وبشكل غير متوقع. هيكون عندك ثروه كبيره، وهيكون كمان تدل ان انت هتتصرف بالنقود بلا قيود، وهتستمتع بالفرحة والسعادة ان شاء الله بإذن الله. شايفة كمان ان انت هتكون خاضع الرد الفعل للناس وكذلك للظروف. شايفة انه كمان هيكون عندك اعداء واقتراءات كتيرة، هيتوجب عليك مؤامرة مثيرة للقلق وكمان هتكون شديدة. على جنبك شخص يمكنك ان انت تعتمد عليه، ويوجد تاج في فنجانك، هيتصرف هذا الشخص كأنه ملك وهو كريم النفس في حياتك. عندك نجاح مواليد برج الجدي، انت عايز تشتري حاجة، في حاجة شغلاك بتحاول تسعى علشان تشتريها وعلشان توصل لها بسرعة. عندك عدو بين أصدقائك في محيطك القريب، هتتعرض إلى الأشاعات اللي هي لا تبهك حسن ظنك، بس هتتحسن الأوضاع مع مرور الوقت والزمن. كمان شايفة أن أنت هتستلم هدية، أنت مش هتقدر تتحكم في نفسك، الهدية دي هتكون حلوة جدا مواليد برج الجدي. وكمان في الفنجان هيكون الهدية دي تمينة الثمن، يعني غالية جدا، حد هيجيبها لك ان شاء الله بإذن الله. شايفة برضو ان انت في فنجانك حزن ومشاحنات في فنجانك،
هتقع منك حالة التحمس والكآبة. لا تهمل وجباتك اليومية، ويجب ان انت تتخلى عن حياتك العادية وتبدأ حياتك بشكل كويس جدا وبشكل جديد. أرى قوس قزح هنا، وده بيدل على السعادة. من الممكن ان تصاب انت بمرض خفيف وهتتحسن حالتك بشكل حلو جدا. من المتوقع تكون مجرد زكام او برد. بعض الامور عندك يا مواليد برج الجدي هتكون معاكسه حياتك، بس هتتغير وهتهدى وهتوصل الى هدفك بشكل حلو جدا وبشكل متسرع وبشكل لائق يليق بحياتك ان شاء الله باذن الله. شايفه كمان ان انت شخص وثقت بيه كل الثقه. سيخيب املك حد انتوا بتثقوا فيه ثقه عاليه، بس شايفه ان هو هيخيب املكم. لكن الغصن في فنجانك ده بيدل على البدايه الجديده او ولاده الحياه الجديده عندك يا مواليد برج الجدي. عندك ولاده طفل جديد، عندك حياه جميله. شايفه كمان في حفله زواج في فنجانكم، هتكون حفله زواجكم او حفله زواج شخص عندكم. هتكون الحفله دي كبيره وهتكون رائعه وممتعه بشكل حلو جدا، هتخليكم تتمتعوا. برج الجدي انتوا قلبكم مفتوح، ناس طيبه جدا. شايفه انه في شخص كريم هيحقق نجاحات في الحياه، والكرسي اللي موجود في الفنجان ده بيدل انه هتكون حياتك منفتحه الاوساع والافق، وهتكون بشكل حلو جدا وبشكل ايجابي. هتقعدوا على الكرسي وهتلبسوا التاج وهتقولوا احنا قربنا نوصل الى هدفنا. شايفه كمان كرم الاخلاق سيكبر عندك بمرور الزمن، وهيبدأ كأنه عسل بيقطر في فنجانك. كرم الأخلاق من صفاتك الشخصية يا مواليد برج الجدي. طبعا هنقول الناس اللي تمنت الأمنية. مواليد برج الجدي أسبوعك ممتع، أسبوع سعادة، أسبوع تحقيق إن شاء الله بإذن الله. طبعا الناس اللي حطت أمنية، هنقول دلوقتي الأمنية هتتحقق ولا لأ، وبشكل إيجابي أو سلبي. هنعد 1 2 3. الأمنية هتتحقق بشكل حلو جدا، بس انت بتحتاج الى الحظ الطيب فقط لا غير. دعوات، خلي حد يدعي لك. مواليد برج الجدي انت شخص طيب، قلبك طيب جدا، بتفكر صح، تفكيرك دايما بيكون صح. فتاة الجدي متسرعة جدا وقلبها طيب زيادة عن اللزوم. راجل الجدي متحكم وبيقدر يسيطر وبيقدر يفكر كويس جدا جدا في بعض الأمور. تحياتي ليك مواليد برج الجدي، وما تنسوش طبعا على القناة موجود التوقعات السنوية والشهرية لسنة 2021، وقريب جدا هننزل التوقعات بالتاروت بالكوتشينة العادية.